طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معنا عبر الهاتف الأستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. طبعا من الأخبار الحلوة جدا لأنه كل محافظات المصرية لازم يكون فيها مثل هذه طبعا المؤسسات العلاجية اللي بتشمل مراكز بتقدم خدمات زي دي. حابين نعرف من حضرتك إيه بالظبط اللي بيشمله زي ما حضرتك أشرت كده، إحنا بالفعل إحنا إن شاء الله بإذن الله هيتم إنشاء مركز، وده أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان هيكون بمحافظة الغربية، وده ضمن الحقيقة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لأن هيتم إنشاء المركز في إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة ده إن المركز ده كمان إحنا ليه بنقول أول كمان مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، لأن المركز ده هيتم إنشاءه وفقا للمعايير الدولية، هيوفر الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا. مش كده بس، هيبقى فيه تأهيل اجتماعي، تأهيل نفسي، تمكين اقتصادي، تدريب حتى المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل. احنا الحقيقة مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اللي بيرأس مجلس إدارته الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن، بتتميز ان هي فيها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، وده من ضمن برنامج العلاج بالعمل في هذه المراكز. احنا بندرب المتعافين على حرف بحيث ان احنا كمان اول ما يتم تعافيهم واعاده دمجهم في المجتمع يبقى هو عنده الحقيقه مصدر رزق وعمل بعد خروجه من المركز. احنا الحقيقه على مستوى الجمهوريه احنا عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظه، ولو جينا نتذكر عام 2015 احنا كنا بس 12 مركز علاجي في 7 محافظات فقط، ولكن الحقيقه في اهتمام من الدوله والقياده السياسيه على توفير كافه الخدمات العلاجيه لمرضى الادمان، فعشان كده حصل طفره كبيره خلال عام 2015 حتى هذه اللحظه. اذا يا استاذ مدحت المراكز بتزيد يا فندم عشان الخدمات اللي فيها بتزيد؟ بالفعل يا فندم، احنا المراكز اولا الخدمات الحقيقه بتزيد. الحاجه الثانيه بقى في ثقه في الخط الساخن اللي هو 16023، اي مريض او اي اسره عندها مريض ان هو عنده مشكله مع تعاطي المخدرات او بيتعاطى مواد مخدره، بمجرد ما بيتصل بالخط الساخن 16023 تم تحويله لاقرب مركز علاجي. فعشان كده كمان بنحاول ان احنا نوفر الخدمات العلاجيه لمرضى الادمان في كافه محافظات الجمهوريه. وزي ما انا يعني بقول لحضراتكم احنا عندنا كمان في مركزين تم انشائهم ومجري الاعداد لافتتاحهم رسميا. مركز هيبقى في امبابه، وده هيبقى اول مركز في الشرق الاوسط يقدم خدمات، منها من ضمن هذه الخدمات لذوي الهمم من مرضى الادمان. هذا المركز اللي هيتم افتتاحه في امبابه ده اول مركز زي ما بقول لحضراتكم في الشرق الاوسط، هيبقى مركز متكامل في خدمه لذوي الهمم، في خدمه للمراهقين، في توفير علاج لبرضو الفتيات، في ورش لتمكينهم على وتعليمهم حرف يحتاجها سوق العمل. احنا مش بس كده كمان ده في مركز العزيمة، احنا الحقيقه بيبقى عندنا انشطه مختلفه في مراكز العزيمه، بنوفر كمان انشطه رياضيه، وده بتساعدنا كمان في بعد مرحله تقديم الخدمات والتعافي للحد من الانتكاسه، وكمان بتساعدنا لاعاده دمجهم في المجتمع مره اخرى. احنا الحقيقه اطلقنا كمان مبادره هامه جدا لتمكينهم اقتصاديا اسمها مبادره بدايه جديده. انا كمان باتيح للمتعافين تمويل قروض لانشاء مشروعات صغيره، يعني مش بجانب بس ان انا بربهم على حرف داخل مراكز العزيمه بيحتاجها سوق العمل، ده انا كمان بمول ليهم مشروعات صغيره. والحقيقه ده بيتم من خلال دراسه جدوى، وعندنا الحقيقه نماذج كثيره جدا من المتعافين تم انشاء ليهم مشروعات بالتعاون مع بنك نصر الاجتماعي واعاده دمجهم وبقوا اصحاب مشروعات. الحاجه الثانيه كمان بنحاول نوفر انشطه رياضيه، انشطه ثقافيه داخل مراكز العزيمه، وبناكد ان العلاج بيتم في سريه تامه، وبيتم كل الخدمات العلاجيه اللي بتوفرها اللي بيوفرها صندوق مكافحه وعلاج الادمان. استاذ مدحت انا عايزه اقف مع حضرتك عند السريه التامه، لان للاسف لغايه النهارده البعض لسه بيشوف العلاج الادمان دي وصمه عار، او ان احنا ندخل مراكز لاعاده تاهيل دي وصمه عار. فهل بيتم نشر الوعي لدى طبعا سكان المحافظه انه يعني ما فيش حاجه اسمها كده، وان الزمن اتغير والكلام ده كله، وكمان ناكد مره ثانيه على السريه التامه بعد اذنك؟
اولا بشكر حضرتك على السؤال ده، لان السؤال مهم جدا. احنا الحقيقه بجانب ان احنا عندنا مراكز علاجيه، احنا كمان عندنا برامج وانشطه توعويه. من خلال الانشطه التوعويه المختلفه اللي بيتم تنفيذها سواء في الميادين العامه او في مراكز الشباب او حتى كمان في قرى حياه كريمه من خلال طرق الابواب وزيارات منزليه للاهالي، احنا بناكد طبعا على السريه التامه. بمجرد ما بيتصل حتى المريض بالخط الساخن انا ما بحتاجش منه بيانات ولا بقول له مثلا اسمك او حاجه، كل اللي انا بعرفه انت من اختصار بحيث ان انا احوله لاقرب مركز علاجي. الحاجه الثانيه زي ما بقول لحضرتك احنا بنقدم الخدمه لاكثر من 150 الف مريض سنويا، ده عشان في ثقه بالفعل لدى الخط الساخن في سريه تامه. احنا بجانب ان احنا دخلنا حتى في قرى حياه كريمه، بيبقى عندنا برامج توعويه ان انا اصلا بننفذ حملات زيارات منزليه، والهدف منها الحقيقه ان انا بعرف الاسره حتى ازاي اليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، حتى انا ما بنتظرش ان المريض ان هو يتصل بالخط الساخن 16023، ده انا كمان بعمل حملات وبترك الابواب وحملات منزليه بعرفهم الاسره ازاي لو انت عندك ابن وشك فيه تعرفي ان هو ايه ابرز العلامات الداله ان هو بيتعاطى، ولو عرفتي ان ابنك بالفعل بيتعاطى ايه اللي ممكن تتواصلي معاه وازاي انك انت تعالجيه مجانا وفي سريه تامه. احنا مش بس في قرى حياه كريمه، احنا الحقيقه عندنا توجهات من قبل القياده السياسيه حتى المناطق المطوره زي الاسمرات زي بشائر الخير زي المحروسه، بيتم تنفيذ حملات توعويه وانشطه مختلفه. والحقيقه هذه الانشطه برضو بتبقى انشطه بتتماشى مع الفئات العمريه، بنعمل مهرجانات للاطفال حتى نزود حاجز الرفض لديهم من الادمان وفكره التدخين، نفس الانشطه دي بننفذها للشباب. هي دي يا استاذ مدحت حياه كريمه زي ما دايما بنقول، ليها تدخلات في كل القطاعات، لا تترك اي مجال الا وليها بصمه عليه، بنتكلم في حياه كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر في مختلف القطاعات. ودي نقطة مهمة جدا، مسألة أن يكون في مركز لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم مرة أخرى في المجتمع بأنهم يتعلموا حرفة أو يتعلموا مهنة، يتعلموا صنعة في هذه المحافظة بتاعتهم مشهورة بها بالمناسبة، عشان يكونوا أشخاص منتجين في المجتمع. يا بسنت حقيقي يا شاذلي، يعني كل الشكر للاستاذ مدحت وهبه المتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، شكرا ليك يا فندم.